السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي أول درس لينا إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليد ورك ستريس أناليسيز. إن شاء الله السلسلة دي هتكون مكون من فيديوهات حوالي ممكن يزيدوا عن 50 فيديو إن شاء الله. الفيديوهات هتنزل، كورس الستريس أناليسيز هينزل كل يوم سبت إن شاء الله من كل أسبوع، تمام؟ كل يوم سبت هيكون معانا مع حلقة مبتزيدش مثلا من 10 ل 15 دقيقة إن شاء الله، لحد ما نخلص الكورس كامل معانا بإذن الله، تمام. اول حاجة هنشوفها ان الكورس كونتنت بتاعنا بيتكون من 14 ليسون المفروض. الليسون الواحد هيبقى على كذا فيديو، تمام، علشان بس مدة الفيديو ما يبقاش طويل قوي معانا. هنشوف تمارين، هنشوف يعني ازاي بنستخدم الاستريس اناليسز على السوليد. موضوع الاستريس اناليسز ما اتشرحش قبل كده على اليوتيوب بالعربي، القليل قوي، وما كانش كورس كامل كمان كامل على بالعربي. هنحاول ان شاء الله في الكورس نغطي كل حاجة عن الستريس اناليسيس، هنغطي كل حاجة عن الكورس، وان شاء الله تابعونا وان شاء الله خير، تمام. طيب اول حاجة انا عايزين نعرف بس ان الهدف من الكورس هو ازاي نستخدم برنامج السوليد وورك في حساب الاحمال والاجهادات على الاجسام، يعني عايزين نعمل ستاتيك اناليسيس على جسم عندنا، تمام. يعني بمعنى ان عندنا جسم متثبت من ناحية، تمام، ومتأثر عليه من ناحية تانية لود او فورس بتأثر على الناحية التانية بتاعته. طيب عايزين نشوف الجسم ده هينكسر ولا مش هينكسر، هيتحمل القوة دي ولا مش هيتحملها. طيب هنبدأ نشوف، لو اتحملها يبقى كده الفاكتور اوف سيفتي بتاعنا تمام. طيب لو ما اتحملهاش هنبدأ نغير في ابعاد الجسم، مثلا هنزود السكنس بتاعه، مثلا حاجة تانية ممكن نغير الماتيريال، ناخد ماتيريال تستحمل اللود ده وتستحمل اجهادات عالية بتاعته. يبقى ده الهدف من الكورس بتاعنا، اللي احنا نشوف الجسم بتاعنا هيتحمل القوة اللي بتأثر عليه، سواء بقى قوة، سواء ضغط، سواء centrifugal force، سواء بريشر، اي حاجة من القوة، جرافيتي مثلا، اي حاجة من القوة الرئيسية، نشوف الجسم هيتأثر بيها ولا لا، تمام. طيب ايه اللي مطلوب منك قبل ما تدرس كورس الاستريس اناليسيس؟ اهم حاجة تكون واخد ليفل واحد في السوليد ورك، تمام، اللي هو تقدر ترسم 2D، تقدر ترسم 3D، تقدر تطلع drawing layout، تقدر تطلع assembly، تمام. ده اهم حاجة قبل ما تدرس السوليد ورك. ال ليفل 1 ده هتلاقوه موجود في بلاي ليست كامل على القناة بتاعتي، هتقدر في 3 فيديوهات متسجلين، 3 كورسات متسجلين، ده هيخلص معاكوا ليفل 1 ان شاء الله، تمام. يبقى اللي مكانش واخدهم هيبدأ ياخدهم، وبعد كده هيبدأ ياخد ايه، يبدأ يدرس كورس الاستريس اناليسيس. تاني حاجة لازم تكون عارف مبادئ الديزاين من الكلية عندنا، بمعنى انك عارف مثلا اليلد سترينث معادلته ايه، السترين، الستريس سترين، معادلة الفون ميسس ستريس، وهكذا. وليكن كمان انت حتى لو ناسيهم او مش فاكرهم قوي، مش متطلب منك انك تعرفهم يعني بالتفاصيل بتاعتهم قوي، لان كده كده المعادلات دي والحاجات دي موجودة جوه السوليد، هو مجرد بيطلع لك النتائج على طول، تمام. طيب What is SolidWorks Simulation؟ طيب SolidWorks Simulation ده أداة موجودة داخل السوليدورك، تمام، تستخدم حاجة اسمها Numerical Technique، اسمها Finite Element Analysis. يعني Finite Element Analysis دي تستخدم Numerical Technique، أو اللي هي الحساب اللي هو الرقمي، تمام، او المعادلات الرقمية، تمام. دي بتمكننا ان احنا ندرس الاحمال على الجسم والاجهادات، ونعرف ازاي الجسم ده هيتأثر بالاحمال ولا هيتكسر ولا مش هيتكسر وهكذا، تمام. هنعرف قدام يعني ايه finite element analysis، وهو بيتعامل مع السوليد ازاي، بس احنا دلوقتي عايزين بس نعرف ان السوليد ورك سيميليشن ده بيتعامل بنيوميريكال تكنيك اسمها finite element analysis، تمام. طيب السوليد ورك لما بيجي مع البرنامج او مع النسخ بتاعت البرنامج بيكون موجود في كذا نسخة، تمام، على حسب الاكتيفيشن بتاعك، او حسب السيريال اللي انت واخده، او حسب البرودكت كي بتاعك، تمام. عندنا 4 نسخ من السوليد الرئيسية. اول حاجة السوليد ورك سيموليشن اكسبريس، اللي هي النسخة العادية قوي، اللي هي النسخة الاستودنت تقريبا، تمام. دي بيكون فيها بس نزل معاها ستاتيك اناليسيس لبارت، تمام، مفهوش اسمبلي، وز مفهوش اسمبلي خالص، يعني هو بارت واحد بنحط عليه سيمبل لود وسيمبل فيكتشر او تثبيت، تمام، نبدا نتعامل معاه.
يبقى ده كده السوليد ورك سيموليشن اكسبريس بيبقى موجود في كل نسخ السوليد، حتى نسخة الستودنت كمان. تمام، تاني نسخة معانا اللي هي سوليد ورك سيموليشن، دي بيكون فيها الستاتيك اناليسيز للبارت والاسمبلي. يبقى انا كده ممكن اعمل ستاتيك اناليسيز لبارت والايه والاسمبلي في النسخة بتاعت السوليد ورك سيموليشن. تالت نسخة فيها السوليد ورك سيموليشن دي نسخة بروفيشنال، البروفيشنال دي اقدر اعمل فيها الستاتيك اناليسيز، اقدر اعمل فيها الثيرمال اناليسيز، باكلينج، فريكوانسي دروب، ديست اوبتمايزيشن اند فاتيج، لايه للبارتس والاسمبلي. يبقى دي فيها كل حاجه، فيها اللي هو ليفل 1 من السيموليشن او الستريس اناليسيز، وفيها كمان معظم اجزاء ليفل 2 كمان من الستريس اناليسيز. تمام، طيب اخر نسخه اللي احنا النسخه اللي انا شغال بيها عامه، يعني اغلب الناس شغاله بيها في الوطن العربي، اللي هي سوليد وركس سيموليشن بريميوم. تمام، النسخه البريميوم دي بيكون فيها كل حاجه عن الاستريس اناليسيس، دي بيكون فيها حتى كمان الدايناميك اناليسيس والنون لينير اناليسيس، بيكون فيها كل حاجه في الاناليسيس اللي هو ليفل 1 كامل في الاستريس اناليسيس وليفل 2 كامل. انصحكم طبعا ان انتوا تحملوا السوليد ورك سيموليشن بريميوم، النسخه البريميوم دي بيكون فيها كل حاجه. تمام، زي ما هنشوف احنا الكورس بتاعنا ان شاء الله شغالين على نسخه 2016، فاحنا معانا نسخه 2016 بريميوم، فهي دي اللي هنشتغل عليها بقيه الكورس معانا ان شاء الله. تمام، زي ما قلنا قبل كده ان الفاينايت اليمنت اناليسيس دي ده نيوميريكال تكنيك يقوم بحل المسائل الرياضيه، تمام، عن طريق البارشال ديفرنشال ايكويشن. يعني ان الفاينايت اليمنت اناليسيس دي جواه بارشال ديفرنشال ايكويشن. تمام، البارشال ديفرنشال ايكويشن دي بتطبق على الجسم بتاعي، اول ما بتطبق على الجسم بيبدا يحول الجسم اللي يعني زي مربعات صغيره او مثلثات صغيره، حاجه اسمها كده ميشنج، هنشوفها قدام عامله ازاي. تمام، اللي بيبدا والمربعات دي بتكون متصله ببعض بنقط، تمام، بيبدا يطبق البارشال ديفرنشال ايكويشن دي عليها ويبدا يطلع لي النتائج اللي انا عايزها، اللي هي زي مثلا الجسم هيتحمل ولا مش هيتحمل، اللود قد ايه، الاسترس قد ايه، وهكذا. تمام، كل الحاجات دي هنشوفها قدام برضو ان شاء الله معانا في الكورس. طيب هنا عندي عاملين رئيسيين في تحليل الجسم عندي، اول حاجه اللي هو الهيومن او الانسان، تاني حاجه الكمبيوتر. زي ما احنا عارفين ان الهيومن طبعا او الانسان بيقدر يبدا يعمل الموديل بتاعه، يبقى اول حاجه بيعمل كاد موديل. تمام، تاني حاجه بعد ما يظبط الموديل بتاعه ويخلصه يبدا يحط اناليسيس سيت اب عليه، هيبدا يحط بقى اذا كان التثبيت عامل ازاي، اللود عامل ازاي على الجسم وهكذا. يبقى هيبدا يظبط الاناليسيس على البرنامج، بعد كده يسلم الحاجتين دول للبرنامج، هيبدا الكمبيوتر يعمل راننج للاناليسيس، يبدا يطبق عليه البارشال ديفرنشال ايكويشن بتاعته ويطبق فيه المعادلات الموجوده جوه البرنامج، ويبدا يطلع للانسان بعد كده بقى يبدا يطلع له الريزلتس او النتائج، بحيث ان انا استخدمها واشوف ان الجسم ده هيتحمل ولا مش هيتحمل، عايز اغير سيكنس، عايز اغير ابعاد وهكذا. تمام، يبقى احنا كده عندنا عاملين رئيسيين اللي هو الانسان والكمبيوتر. تمام، الانسان بيظبط والكمبيوتر بيعمل النتائج ويطلع للانسان النتيجه في الاخر تكون عامله ازاي. طيب قبل ما نبدا في الاستريس اناليسيس، في خريطه مشهوره قوي اللي هي الرود ماب اوف سيميليشن، اللي هي خريطه ما بين الاستريس والسترين. دي يعني معظم الناس او بنسبه 99.9% الناس اللي درسوا ميكانيكال ديزاين اخدوا الخريطه دي وعارفينها طبعا، حافظينها. احنا مثلا في مصر حافظين الخريطه دي على طول. تمام، العلاقه بين الاستريس والسترين، اول حاجه بيبدا اول منطقه فيها اللي هي اسمها لينير اند الاستيك ريجن، اللي هي المنطقه الخطيه، بمعنى كل ما تزود اللود تمام الاسترين بيزيد معاك بعلاقه لينير، بعد كده بمجرد انك تشيل اللود ارجع الجسم للوضع الاصلي. تمام، يبقى الجسم كده مش هيحصل له الاستطاله اللي هي اللي تخليه ما يرجعش للوضع الاصلي، يعني ميبقاش خلاص، ميبقاش يتمط معاك للاخر مثلا. تمام، يبقى كده اول منطقه دي اللي هي اللينير الاستيك ريجن. تاني حاجه البلاستيك ريجن، البلاستيك ريجن دي اللي هو خلاص الجسم فقد الخواص بتاعه، وكل ما تزود ستريس حته صغيره يبدا الاسترين يزيد معاك حته كبيره جدا. تمام، يبقى كده اول منطقه اللي هي اللينير الاستيك ريجن، تاني منطقه اللي هي البلاستيك ريجن، اول ما بيخل باخر اخر نقطه في البلاستيك ريجن دي اللي هي الالتيميت سترينث، خلاص عندي الجسم وصل لحاله النوكنج بتاعته او حاله اللي هي الفراكشر بتاعته، يبدا بعد كده الجسم بتاعي في الانهيار، هيبدا بعد كده كل ما تزود الاسترس
السترين هيزيد مع السترين يزيد بمجرد انك تقلل الاسترس، خلاص كده كده خلاص الجسم انكسر معاك، وصل للفراكشر بتاعه. تمام، يبقى احنا كل همنا ان احنا ما نعديش السترين او ما نعديش المنطقه اللي هي لينير الاستيك ريجن، ان الجسم ما يعديش اليلد سترينث بتاعه. تمام، ان هو اول ما بيعدي اليلد سترينث بتاعه خلاص هو كده بيفقد خواصه، وبيكون في حاله اللي هو الانهيار خلاص. تمام، طيب في 6 خطوات بقى، يعني في 6 خطوات عندنا هنعملها كل ما بنيجي نعمل الاستريس اناليسيس. تمام، لاي جسم عندنا، وهي اول حاجه هناخدهم بالترتيب كده، وبعد كده هناخد واحده واحده. اول حاجه ديفاين جيومتري، بعد كده اساينينج ماتيريال بيرس، كرييتينج ا ستادي، ديفاينينج ذا اوبريشن انفايرمنت، بروسيسنج، ريفيوينج ريزلتس. تمام، هناخدهم واحده واحده بالترتيب. ان الديفاين جيومتري لازم البارت يكون عندك مرسوم بالسوليد ورك، عشان كده انا قلت في الاول خالص ان ما ينفعش حد ياخد الكورس الاسترس اناليسيس من غير ما يقدر يعمل بارت، او من غير ما يقدر يعمل اسمبلي. تمام، ان لازم اول خطوه يكون الجسم مرسوم عندك. بعد ما الجسم يكون مرسوم عندك هتبدا تحط له بعد كده الماتيريال. طب فايده الماتيريال ايه؟ الماتيريال دي بتكون متخزنه جوه السوليد، بيكون فيها كل خواص الجسم، يعني مثلا في اليلد سترينث بتاعه، وفي الفاكتور الثيرمال كوندكتيفيتي، وكل الماتيريال او الخصائص بتاعه الجسم موجوده جواه. دي بنبدا نعمل لها ديفايننج للجسم بتاعي، بحيث اللي هو لما يجي مثلا يطبق معادله الاسترس او فورميز ستريس يشوف اليلد سترينث بتاعنا قد ايه. طب انا الاسترس بتاعي عدى اليلد سترينث ولا لا، وهكذا. تمام، يبقى انا كده معايا بارت، حطيت له ماتيريال، بعد كده هبدا احط اعمل كرييتنج للاستادي، بحيث ان انا اختار نوع الاستادي بتاعي، يكون مثلا استاتيك استادي، دايناميك، باكلينج، ثيرمال، وهكذا. تمام، احنا اغلب شغلنا في الليفل 1 كله هيكون استاتيك اناليسيس، يبقى استاتيك استادي. تمام، ليفل 2 هناخد فيه بقى دايناميك والباكلينج والثيرمال والفاتيك وهكذا، معظم الاوامر التانية، لكن احنا شغلنا كله هيكون استاتيك ان شاء الله في ليفل 1. تمام، طيب بعد ما عملت الاستادي بتاعتك هتبدا بعد كده تعمل اوبريتنج انفايرمنت، يعني هتبدا تحط الجسم متثبت فين ومتاثر عليك القوه قد ايه وهكذا. يبقى احنا بعد ما اخترنا الاستادي اللي هي كانت ستاتيك مثلا، هنبدا نختار بعد كده التثبيت بتاعه والقوه، وهنحط اللي هو كل الاحمال بتاثر على الجسم وهكذا. طيب بعد كده هنبدا نعمل نسلم الحاجات دي للجسم، للسوليد بتاعنا يبدا يعمل عليها بروسيسنج، ويبدا يحل البارشل ديفرنشال ايكويشن عليه، ويبدا بعد كده يطلع لي ريزلتس بالنتائج، ونشوف الريزلت دي هتحقق الفاكتور اوف سيفتي انا عايزه ولا لا، الجسم هيتقبلها ولا هينكسر وهكذا. تمام، طيب هنا قبل ما اتعامل مع السوليد ورك سيموليشن في 3 assumptions لازم يكون عارفهم ولازم هنتعامل معاهم. تمام، ايه هما الثلاثة دول؟ اول حاجة الماتيريال must be linear، deformation must be small، load must be static. بمعنى اول حاجة الماتيريال must be linear، زي ما قلنا ان الماتيريال لازم تكون تتبع حاجة اسمها اللي هي الهوكس لو، اللي هو الاف بتساوي كي في الاكس، او اللي هو زي القانون بتاع السبرينج. بمعنى ان لو اثرت بقوة واحد الاستطالة مثلا تكون 3، لو اثرت بقوة 3 الاستطالة هتكون كام؟ هتكون 9، وهكذا. يبقى المقدار اللي هيتأثر بالاستطالة هو نفس المقدار اللي هيتأثر بالفورس، او المقدار اللي هيتأثر بالفورس هو اللي هيتأثر بايه؟ بالاستطالة. ده كده هقدر اطبق عليه المعادلات البارشل ديفرنشال ايكويشن بتاعتي، وابدا اظبط او اطلع النتائج بتاعتي. لكن مثلا معاك ماده زي الرابر، الرابر دي نون لينير ماتيريال، انا مش هعرف اطبق عليه حاجه. انت مثلا الاستيك او الرابر هتعرف تحسب الاستريس عليه عامل ازاي؟ لا، انت كده كده اساسا بيتشد معاك، فهو كده ماده نون لينير. بعد كده ممكن نقدر نعرفها في الكورس التاني او في الليفل 2 في الادفانسد سيموليشن، اللي هو لما نيجي نشتغل في النون لينير ماتيريال او نون لينير اناليسيس. تمام، اوكي، احنا هنا في كورس الاستاتيك هنشتغل، هنفترض ان كله ايه؟ لينير اناليسيس. تمام، زي مثلا ستيل، زي الالومنيوم، وهكذا، اللي هي المواد اللي هي الايه، المواد الصلبه اللي بتتبع الهوكس لو. تمام، تاني حاجة في الأسامشن بتاعتنا إن الـ deformation must be small، بمعنى إن يكون التغير في الجسم بالنسبة للجسم الأصلي يكون صغير. تمام، يعني مثلا ما يعديش الـ yield strength، أو مثلا يكون الـ deformation عالي أوي، لأن الـ deformation لو عالي أوي كده كده الجسم هينكسر معايا.
فتاني حاجة ان الـ information must be small، وإني ما بشغلش دماغي بيها قوي لما باجي اعمل ايه، بعمل analysis للجسم التاني. تمام. تالت حاجة معانا ان الـ load must be static، بمعنى ان احنا هنا بنفترض ان الـ load مش هيتغير مع الـ time، او الـ load ثابت في الوقت، يعني كأنه حاجة لحظية. يعني خلاص اللود مثلا عند 10 نيوتن ثبت معايا على 10 نيوتن، مش هيتغير معايا. لكن في حاجة تانية اللي هي الديناميك اناليسيس، ان اللود بيتغير فجأة او لحظي. تمام. زي حاجة اللي هو زي الدروب تيست مثلا، او الفايبريشن اناليسيس. دي بنستخدم فيها الديناميك اناليسيس، والديناميك ده اللي هو اللي زي ما قلنا احنا هناخده ان شاء الله في ليفل 2 او في المستوى التاني من الستريس اناليسيس او السيموليشن. تمام. ان الجسم بتاعنا يكون دايناميك، يعني احنا اغلب اللي هو شغلنا في الليفل 1 اللي هو اللود ماست بي ستاتيك، او وي ار اسيومد نوت تشينج ويز تايم. تمام. ان الجسم ما بيت اللود ما بيتغيرش مع ايه، مع التايم او مع الوقت بتاعنا. تمام. طيب السمري بقى بتاع الانترودكشن بتاعتنا بتاعت اول فيديو معانا، ان احنا هنعمل ستاتيك ستراكشر اناليسيز للجسم والاسمبلي. تمام. يبقى اللي هيدرسه لازم يكون يعرف يرسم بارس، ويعرف يرسم اسمبلي او يجمع اسمبلي. تمام. تاني حاجه ان عرفنا ان البرنامج بيستخدم حاجه اسمها فاينايت اليمنت اناليسيس، ان هو بيحل معادلات بارشال ديفرنشال ايكويشن على الجسم بتاعنا، بحيث ان هو يطلع لنا النتائج ونشوف الجسم ده هينكسر لما بنأثر عليه بقوه ولا مش هينكسر، وهكذا. طيب لو انكسر مثلا، لو انكسر هنبدا نغير الثيكنس، هنغير الابعاد بتاعته، بحيث ان احنا نعمل افويد للانكسار بتاعه، والجسم يكون ايه، سليم وما انكسرش. في النهايه هنكون قادرين على احنا نصمم جسم. تمام. سليم وفي بيتر اسمبلي، وبالتالي طبعا هنطلع بيتر برودكت، بمعنى ان الجسم خلاص مش هينكسر، واحنا عملنا كل الفاكتور اوف سيفتي عليه وضمننا ان الجسم ده مش هينكسر. فهنصنعه واحنا مطمنين اللي هو ايه، ان هو سليم معانا. تمام. طب مثلا حاجة تانية، احنا عملنا مثلا جسم وحطينا وعملنا الستاتيك اناليسيس بتاعنا، لقينا ان الفاكتور اوف سيفتي عالي قوي معانا، هنبدأ نقلل في الماتيريال بتاعتنا، او هنقلل في ابعاد الجسم، ان هو كده كده خلاص انا مش محتاج الابعاد الزيادة. تمام. يبقى كده هيقلل لي الكوست بتاع المانيفاكتشر بتاعنا، او التصنيع بتاع الجسم ذات نفسه. تمام. ده كده كان اول درس معانا في كورس الستريس اناليسيس. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو على اليوتيوب، وكمان صفحتنا على الفيسبوك ليرن اورثودوكس ارابيك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ويا رب يعجبكم. والفيديو الجاي ان شاء الله عن الستريس اناليسيس هينزل يوم السبت القادم ان شاء الله. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.